تستمر أقسام الإسعاف والطوارئ بالمشافي العامة في مدينة حمص باستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة بالمحافظة. نحن من خلال كوادرنا مستنفرين خلال 24 ساعة أطباء وفنيين وعناصر كاملين مستعدين لاستقبال كافة الحالات الإسعافية التي تردنا خلال فترة العطلة. مستلزماتنا وأدواتنا جاهزة وأجهزتنا كلها في أقصى استعداد لاستقبال كافة الحالات المرضية. منظومة الإسعاف في مديرية صحة حمص في جهوزية تامة لتلبية نداء أي حالة إسعافية على مدار الساعة. بمنظومة الإسعاف وجاهزين على مدار الساعة إن شاء الله، مستنفرين وجاهزين على تلبية خدمة المواطنين الإسعافية، بالإضافة إلى كل سيارات الإسعاف تم توزيعها بشكل جيد في المدينة والريف، فقادرين نلبي أي حالة إسعافية. على الرغم من ضعف الإمكانات المتاحة، جهود كبيرة يبذلها العاملون في القطاع الصحي لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين يوميا. الإخبارية السورية، وسام ديوب، حمص.